اهم شيء اني انا راح احتاج ورق الكاري قاعد يطبخ، راح احتاج بصله واحده مقصصه صغار، طماطه واحده، الكريمه، 4-5 بيضات بكيفنا، بطاطا واحده، راح احط البصل هني، اهم شيء خلطه الان اف او اي خلطه، اي خلطه تبونها خلطه الكاري، انا عندي هذه معجون الكاري، اي نوع اي شركه ترى يعني عادي ترى مو اي هذه مو سيكريت كل مكان هذه، راح احط البصله مع الكاري اخليه ينحمس، وابي اخلي البطاط يطبخ معاه يتحمر ما راح اقلي، وراح اوريكم الخطوه الثانيه، راح احط بس قفشه صغيره من هذا اوكي من الكاري، ونبتدي نسوي الخطوات اللي وراها، اخلي لين البطاط بروحه يطبخ ويستوي مع البصل ومع ورق الكاري. البيض مسلوق، ها مسلوق خالص، انا حطيت 4 بيضات سلقتهم خالص، الحين بس ابي انطر البطاط يستوي لان انا ما راح احمره، ما يتحمر مع مع البصل، راح اسوي راح اضيف الطماط، وراح اضيف قفشة واحدة من اي خلطة كاري، قفشة واحدة صغيرة، قفشة الخمسة ملي اللي هو مات الشاي، وبعدين راح احط البيض يتحمر معاه، وبعدين اخر شيء راح احط الكريمة. جربوا اذا ما تبي تنطروني يعني، لاني راح اطول شوية ريوقنا لاني بنطر الشباتي لما يرتاح، شوفوا لا تحطون ملح، انا ما راح احط ملح ولا فلفل اسود ولا شيء ولا شيء، فقط راح اكتفي ببهارات الكاري بس. اوكي جماعة شوفوا البطاط صار لين، انا ما سلقته ولا شيء، الحين راح احط الطماط وراح اخليه هنبدا يذوب يتسبك عدل، وبعدين راح احط الحين راح احط قفشة من ال NF. شوفوا خذيت قفشة واحدة، قفشة الحمص هذا قصدي الشاي، يمكن تتكسرون كثروا بس ان شاء الله هذا كافي. شوف حالاته خليه يتسبك معاه مع الطماط لما يذوب الطماط، وراح اعين لكم ان شاء الله. شوفوا يا جماعه شلون اللون تغير، الحين راح احط البيض خلوه ياخذ اللون ماله بعد البيض، يعني اقدر كنت اقليه قبل بس عادة يعني انا بالمطعم هذا قليناه. اوكي الحين راح اضيف الكريمه، ونقدر ترى ما نضيف، نقدر ما تحطون اوكي عادي، ممكن نحط ممكن ما نحط، بس مع هذا حلو.